طبعا ده يا جماعة عمليات المحارة اهيت زي ما انتوا شايفين احنا محرناه اهو واتردمت. طبعا احنا ردمناه اهو زي ما انا شفتها في اول الفيديو، المواسير بتاعة الصرف ده جرناه ودي كده هنردمها اهيت هتبدأ تتمحر ونشوفها ان شاء الله بعد ما تتمحر هوريها لكم. ده بتعمل بتستفاد منها ان شاء الله ان هي قاعده، وتستفاد منها ايه ان انت تغير بيها المواسير اللي كانت باينه هنا وشكلها مش كويس. تمام ان شاء الله هصورها لكم بعد ما ايه ما تخلص. ودي يا جماعه اهي بعد ما اتمحرت اهي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله حاجه مش حلوه. طبعا الرجل ده كله عندنا بالمباني. تمام شايفين العرض بتاعها من فوق اهي وما عادش في حاجة باينة اهو، والجهة التانية يعني كده برضو. تمام المساحة بس وراها مش جايباني، انا هصورها لك كلها مع بعض. يعني المهم انك انت تفكر وتفتكر في كل حاجة. اتمنى يكون اعجبكم وشكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا ذكر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.